بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في الاستوديو التحليلي وحلقه جديده. النهارده هيكون ماتش كبير قوي 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 وقمه من قمم الكره المصريه بين النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي. ماتش النهارده بعيد بقى عن موقف الفريقين في الدوري، من الماتشات الحلوه اللي تمتعك كوره، من الماتشات الحلوه اللي الجمهور بينتظرها، من الماتشات الحلوه اللي احنا كنا كلاعيبه بننتظرها. نادي الاسماعيلي مهما كان موقفه في جدول الدوري، دايما دايما النادي الاسماعيلي بيضم لعيبه على مستوى عالي جدا. النادي الاسماعيلي مش من النوع اللي بيقفل الجيم، مش من نوع الفرقه مهما كانت صعوباته، مهما كان الموقف بالنسبه له صعب، من النوع اللي بيلعب كوره، بيحبوا يلعبوا كوره حتى لو بيمر بظروف صعبه جدا زي اللي بنمر بيها الفتره دي. نادي الاسماعيلي بتلاقي وانت بتلعب اللعب مفتوح، تلاقي متعه في الاداء، تلاقي فرقه بتتحرك كانها بتعزف سيمفونيه. طول عمر النادي الاسماعيلي كده. يمكن احنا بنقول على ماتشات الاهلي والاسماعيلي دي القمه الثانيه في الكره المصريه، لان زي ما احنا عارفين الاهلي والزمالك والاسماعيلي من اكثر الانديه جماهيريه، بعد النادي الاهلي، بعد النادي الاهلي يجي نادي الزمالك والاسماعيلي من اقرب الكره المصريه. النادي الاهلي دايما هو المتصدر، هو متصدر المشهد في كل حاجه، في البطولات، في احراز البطولات، في الانتصارات، هو النادي الاهلي نمره واحد، وبعدين يجي بعديه في عدد البطولات نادي الزمالك ثم نادي الاسماعيلي. دايما جمهور النادي الاهلي او جمهور مصر بصفه عامه بينتظر الماتشات دي، ماتشات الاهلي والاسماعيلي، لان بتبقى مستواها الفني عالي جدا، بيبقى ماتش من الماتشات اللي هو فيه متعه، فيه كوره، في جوال كتير، وتلاقي اللعب مفتوح وتتمتع، تبقى انت مش عايز الماتش يخلص. يعني لما تشوف بعد النادي الاهلي هتلاقي على طول نمره 2 نادي الزمالك، على طول 3 نادي الاسماعيلي، ودايما نادي الاهلي ومن بعديه الزمالك والاسماعيلي بيضموا افضل لعيبه في مصر. ده اللي احنا تعودنا عليه، وتقريبا بيكون ده قوام المنتخب الوطني اللي هو منتخب مصر. تقريبا بيبقى كان يعني يمكن لحد فتره قريبه كانت الغالبيه اهلي زمالك اسماعيلي، ده قوام المنتخب الاساسي. بمناسبه ماتش النهارده عايز اتكلم على حاجه يمكن البعض بيلعب فيها كتير قوي وبيتكلم عليها عشان يسيء العلاقه بين الاهلي والاسماعيلي. بص، اللي انا عايز اقوله على مدار السنين اللي فاتت كلها، العلاقه بين النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي علاقه طيبه جدا وتاريخيه من زمان، من قديم الازل. البعض بيحاول تشويهها دلوقتي ليه؟ لمصالح خاصة بس، علشان يفسد العلاقة بين نادي الأهلي ونادي الإسماعيلي، ودايما بيحاولوا يثيروا الفتنة. لكن خلي بالكم، جمهور ومسؤول الناديين بيعلموا الحقائق التاريخية اللي بين الناديين، والجمهور الواعي هو اللي بيقدر العلاقة اللي بين الفرقتين والعلاقة الطيبة واللي هتفضل طول عمرها طيبة. يمكن العلاقة بين الناديين مش عايز اتكلم عليها دلوقتي، لان دلوقتي في ناس بتقول زي ما بقول لكم كده حابة يعني تعمل ايه، شوية حاجات تعكر صفو العلاقة بين الاهلي والاسماعيلي. ولكن على مدار السنين فشلوا في الحاجات دي، على مدار السنين فشلوا في الحاجات دي، وياما شفنا لعيبة من النادي الاهلي بتروح الاسماعيلي، ولعيبة من النادي الاسماعيلي بتيجي النادي الاهلي، ومفيش اي مشاكل. يمكن تصريحات النجوم بتاعت الاسماعيلي القدام اللي هم بقى احنا بنعتز بيهم قوي، يمكن انا واحد زي يمكن قديم شويه، كابتن علي ابو جريشه والكابتن سيد عبد الرازق بازوكا والكباتن الكبار بتوع زمان اللي انا عاشرتهم واتفرجت عليهم واتمتعت بلعبهم. يعني كفايه ان كابتن علي ابو جريشه كنا مسمينه فاكهه الكره المصريه، فعلا كان فاكهه الكره المصريه كابتن علي ابو جريشه، اللي دلوقتي كل ما بيخرج في الاعلام او بيروح اي برنامج دايما يتوجه له السؤال ده، يقولوا له ايه العلاقه بين الاهلي والاسماعيلي، وانت شايف ازاي العلاقه بين هم عايزين يجرجروه ان هو يقول كلام مش كويس. بالعكس، هي العلاقه اصلا كويسه، انتوا ليه عايزينه يقول كلام مش كويس؟ على طول الكابتن علي ابو جريشه بيجاوب ويرد عليهم، وبيجاوب بواقعيه، لان هي دي الحقيقه. النادي الاهلي طول عمره على مدار السنين كلها علاقاته كويسه جدا 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 مع جميع الانديه، والنادي الاسماعيلي بالذات من الانديه دي. يمكن الكلام ده مش هيعجب البعض، لان البعض ده عايز يثير الفتنه. لا، الاسماعيلي بيمر بظروف صعبه الفتره اللي فاتت، ظروف صعبه جدا،
ويمكن اول ما الاسماعيلي فكر انه يجيب لعيبه راح للنادي الاهلي، وشفنا الكابتن علي ابو جريشه والكابتن عماد سليمان ومندوبين من النادي الاسماعيلي راحوا قعدوا مع الكابتن الخطيب وقعدوا يتكلموا احنا عايزين اللعيب ده وعايزين اللعيب ده وعايزين اللعيب ده، وكان كل بكل اريحيه الكابتن الخطيب بيتكلم معاهم اللي انتوا عايزينه اللي انتوا عايزينه. هو هي دي علاقه النادي الاهلي بجميع الانديه وعلى راسها نادي الاسماعيلي، هي دي علاقه النادي الاهلي الحقيقيه بجميع الانديه. سيبكم الكلام اللي بيتقال والكلام اللي بيثار، مش دي الحقيقه ابدا، والا ما كانش النادي الاسماعيلي بقياده الكابتن علي ابو جريشه واللجنه برئاسه اللجنه الفنيه بكابتن علي برئاسه الكابتن علي ابو جريشه والكابتن عماد سليمان جم للنادي الاهلي وطلبوا من كابتن الخطيب الكلام ده، استحاله. المهم نروح بقى الماتش النهارده ونتكلم عليه. هو ماتش مهم جدا للفرقتين، بعيد انها عن انها قمه وبطوله خاصه، لكن المباراه مهمه جدا للنادي الاهلي من اجل الوصول لقمه الدوري اللي غايبه عنه بقالها فتره بسبب وجود مباريات مؤجله كتير. طبعا شاركنا في كاس العالم وبعدين افريقيا، في فرق لعبت 15 ماتش، احنا لعبنا 10 ماتشات بس، والنهارده هيبقى الماتش ال 11، ومع ذلك احنا في المركز الثالث. لما نلعب ان شاء الله الماتشات المؤجله وباذن الله يكون الانتصار من نصيبنا، يبقى هنرجع لمكاننا الطبيعي ان شاء الله. يمكن الماتش برضو مش عشان احنا كمان بنلعب الاسماعيلي، فاي اي فريق كنا بنلعبه النهارده برضو كل ماتش مهم للنادي الاهلي، لان الفرق كلها بتيجي قدام النادي الاهلي تبقى عايزه تثبت انها من احسن الفرق في مصر. كل لعيب بيبقى عايز يوري نفسه في الماتش ده، يعرض نفسه في الماتش ده، فما بالك بقى الاسماعيلي وماتشات الاهلي والاسماعيلي بصفه خاصه. كمان الاسماعيلي الماتش مهم بالنسبه له جدا جدا جدا، لان نادي الاسماعيلي بيمر بمرحله ما فيهاش استقرار، يعني مرحله صعبه جدا لدرجه ان هو نادي الاسماعيلي دلوقتي في المركز ال 16. ابتدى الفتره الاخيره يستعيد توازنه بس من حيث الاداء فقط، انما ما زالت النتائج مش في صالحه. فهو النادي الاسماعيلي بيلعب دلوقتي بيتطور، يمكن في معاه مدرب لسه جاي بقاله 5 ماتشات لسه ما كسبش، انما ابتدى الاداء يتحسن شويه على المستوى الفني، ولكن لسه مازال لحد دلوقتي مازالت النتائج لحد دلوقتي مش في صالحه شويه. جت المباراه النهارده فيها صعوبه شويه للطرفين. النادي الاهلي طالع من تعادل غير مستحق الماتش اللي فات، عايز يستعيد ثقته بنفسه اللعيبه طبعا وثقه جماهيرها، والنادي الاسماعيلي كمان مستني الماتش ده علشان يعمل حاجه ويبتدي يطلع من الدوامه اللي هو فيها. طبعا الظروف الصعبه ديت بتاخد لها فتره، واحنا نتمنى ان شاء الله ان النادي الاسماعيلي يعدي المرحله دي والظروف الصعبه دي بس بعد ماتش النهارده ان شاء الله. طبعا النهارده في ظروف صعبه كمان بتواجه النادي الاهلي، حته الغيابات والاصابات اللي كتير جدا زياده عن اللزوم الفتره ديت والفتره اللي فاتت. مش هقول لحضرتك بقى عن عدد الاصابات في الفرقه، يعني احنا عندنا مثلا محمود متولي، محمد محمود، كريم ندفت، ده اللي هي الاصابات طويله قوي بياخدوا فتره كبيره، وفي كمان 7 لعيبه من الجداد اللي هي من العناصر الاساسيه اللي بتلعب اساسيه الفتره اللي فاتت. عندنا طاهر محمد طاهر، ايمن اشرف، علي معلول، وكمان وليد سليمان، ومحمود وحيد، وغير محمود كهربا للايقاف، انما وحمدي فتحي. فكل ده انت بتتكلم على 6-7 عناصر اساسيه، لدرجه ان انت النهارده الناحيه الشمال كلها مفيش فيها حد بيلعب في الناحيه الشمال. يعني هو النهارده مستر موسيماني ربنا يكون في عونه هيلاعب مين الناحيه الشمال؟ ايمن اشرف مصاب، محمود وحيد مصاب، علي معلول يمكن قابلته من يومين ثلاثه كده، وهو طمني ان الفتره الجايه باذن الله ان شاء الله هيبتدي يشارك من ماتش فيتا كلاب ماتش العوده باذن الله، انما هو حالته كويسه وان شاء الله يرجع لنا من الماتش الجاي. واحنا كلنا شايفين تاثير غياب علي معلول في ناحيه الشمال، وبعدين لما ابتدى محمود وحيد يفوق ويخش في المنظومه اتصاب هو كمان، ايمن اشرف لعب في الحته دي شويه اتصاب هو كمان. ان شاء الله باذن الله ما ياخدوش فترات كبيره ويرجعوا لنا بألف سلامة ويأثروا معانا بإذن الله بصورة إيجابية عند العودة إن شاء الله. ماتش النهاردة بيساوي 3 نقط في طريق عودة بطل مصر وأفريقيا
لمكانته الطبيعية ومكانته المفضلة على القمة. هنروح بقى لمراسلنا شريف شعبان نتعرف منه على آخر الأجواء قبل مباراة اليوم. اتفضل يا شريف. تحياتي ليك كابتن ايمن ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان من فندق اقامه النادي الاهلي ومباراه الاهلي والاسماعيلي، مباراه كبيره جدا في بطوله الدوري العام. يا رب باذن الله يكون التوفيق النهارده مع النادي الاهلي ونفوز على فريق كبير هو فريق الاسماعيلي. الاهلي بدا يومه في التاسعه والنصف صباحا بوجبه فطار اجباري لكل اللاعبين، يمكن الغداء كان في الواحده والنصف المحاضره كانت الساعة 4 عصرا، واعلن فيها مستر بيتسو موسيماني التشكيل اللي هيخوض بلقاء الاسماعيلي. 11 راجل باذن الله في الملعب النهارده، عندنا ثقه كبيره جدا فيهم، عندنا غيابات كتيره جدا للايقاف، حمدي فتحي الباك ليفت غيابات كبيره جدا، علي معلول، محمود وحيد، ايمن اشرف، ولكن عندنا ثقه كبيره جدا في كل لاعبي النادي الاهلي. النادي الاهلي بمن حضر، عندنا كوكا في هذا المركز، عندنا بيكهام ايضا في هذا المركز، ايا كان اللي اختاره مستر بيتسو موسيماني عندنا ثقه كبيره جدا فيه، وباذن الله ال 11 لاعب النهارده باذن الله يكونوا موفقين ونفوز على فريق الاسماعيلي. النهارده قياده تحكيميه للحكم الدولي ابراهيم نور الديني، ساعده كل من مساعد اول احمد حسام، مساعد ثاني محمد عبد المجيد، حكم رابع محمود رشدي، حكم فيديو اليوم محمد الصباحي، حكم مساعد فيديو مصطفى الشودي. يا رب باذن الله يكون الاهلي موفق اليوم ونفوز على فريق كبير هو فريق الاسماعيلي. عوده ليك من جديد كابتن ايمن، اتفضل. شايفين الأجواء كويسة إن شاء الله لتقديم عرض طيب كعادة الأهلي والإسماعيلي، وبإذن الله إن شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الأهلي. يمكن تاريخ مواجهات الفرقتين سريعا قبل ما أروح فاصل وأرجع أستقبل نجومنا الكبار النهاردة. النادي الأهلي والإسماعيلي لعبوا 117 مرة، لعبوا 117 مرة، النادي الأهلي كسب 61 مرة، بقى 61 لقاء فاز بيهم النادي الأهلي. نادي الاسماعيلي فاز 22 مرة. التعادل اتحسم فيه 34 لقاء. نادي الاهلي ليه 172 هدف. نادي الاسماعيلي ليه 94 هدف، وده يحسسك فعلا بان ماتشات الفرقتين مع بعض دايما دايما ما تلاقي فيها المتعة وغزارة الاهداف. نتمنى ان شاء الله النهارده باذن الله نشوف مباراه حلوه تليق بمكانه الفرقتين وباسمهم الكبير، ونتمنى طبعا التوفيق النهارده باذن الله للنادي الاهلي العظيم. هنطلع لفاصل وبعدين بعد الفاصل هنرجع نستقبل ضيوفنا الكبار جدا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، والكابتن عادل عبد الرحمن. ارجوكم انتظرونا.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن شيف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك كابتن، مشرفنا. اهلا بيك ايمن، توفيق ان شاء الله. الله يخليك. كابتن علاء ميهوب، اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. اهلا بيك ايمن. كابتن اسامه عرابي، اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا وسهلا بيك ايمن. كابتن عادل عبد الرحمن، اهلا وسهلا بيك كابتن. ايمن، كابتن شريف، يمكن ماتشات الاهلي والاسماعيلي دايما تحس انها ماتشات قمه، ليها طابع خاص جدا مهما كان ترتيب الفرقتين في الدوري. ليك ذكريات خاصه مع ماتشات الاسماعيلي؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. لعيبه الاسماعيلي كلها، الاسماعيليه كلها ولاده بلعيبه ذو احترافيه وذو تالنت، مواهب الحقيقه، وتحس كده ان هم زي ما اتكلموا عليهم فعلا، قال لك برازيل الكره المصريه. مظبوط، ما شاء الله لعيبه بتكتسب اسلوب لعب، تحس كده زي برشلونه كده، وتحس ان اللي بيدربهم اي مدرب، بس تحس ان جوارديولا قاعد على الخط. يعني صحيح، لعيبه بتنقل الكوره وعندها من الحرفيه، زي يروحوا لمنطقه جزاء الخصم وعندهم بيلعبوا اوبن جيم على طول، ماتش مفتوح. يعني عمري ما شفت فرقه اسماعيلي تلعب في مصر او بتلعب في خارج مصر او في اي حته وبيلعبوا بشكل دفاعي، ما عندهمش الطابع ده، عندهم على طول طابع الهجوم، طابع احراز الاهداف، مش مهم يخش فيه جول. عنده الشكل البرازيلي، يقول لك خش فيها اثنين بس انا اجيب ثلاثة اربعة. صحيح، يعني بيلعبوا بهذا الشكل، عشان كده دايما تلاقي مبارياتهم الناس بتبحث انها تتفرج، لما تلاقي اسم الاسماعيلي في اي مباراة مع اي كان، اذا كان خصم كلنا بنقعد نتفرج الحقيقة. مزبوط، كلنا مهما حصل في الشكل اللي هم فيه في السنة دي، لا يليق باسمهم طبعا ولا يليق بالاسماعيلية كلها، انما تحس برضو ان في بعض الظروف هي اللي واقفه قدام اللعيبه. اللعيبه مش وحشه على فكره، لما بتلعب يعني انت النهارده هتتفاجئ ان فرقه الاسماعيلي بتلعبك مفتوح. بتلعبك هجوم، هتلاقيهم بيضغطوا عليك. لو عملوا غير كده يجوز بقى الظروف اللي هي ضغط عليهم في مركزهم في الجدول في الدوري قبل الاخير او ممكن الكوتش الجديد اللي جاي بقاله اسبوعين ثلاثه يمكن برضو تكون ليه وجهه نظر فنيه. بنامل الحقيقه، ممكنش على حسابنا احنا، بس احنا بنامل ان شاء الله ان هم يكون ليهم شكل تاني في الجدول. صحيح، بس بعد الماتش بتاع النهارده ان شاء الله، بعد ان شاء الله بعد ثلاث ماتشات اللي هي ناقص لهم في الدور ده. أي، يكون في نهضه فعلا لفرق الاسماعيليه كلها بلعبتها كلها. صحيح كابتن علاء، يمكن واحنا لعيبه زمان كنا بنستنى ماتش الاسماعيلي ده بصفه خاصه، يعني كنا بنستنى الماتشات الكبيره، زمالك، اسماعيلي. اسماعيلي كمان عنده حاجه، مهما كان ترتيبه في الدوري بيلعبك لعبه مفتوح خالص. بس مش الايام دي. لا، الايام دي هو، لا مش الايام دي، السنين دي. السنين دي انا لسه هكمل لك كلام. السنين دي او السنتين ثلاثه الاخرى نادي الاسماعيلي بيمر بظروف غير طبيعيه. يا ترى المشكله هنا فين؟ هل مشكله اداره، مشكله لعيبه، المنظومه ككل، تغيير المدربين الكتير فبيعمل حاله من عدم الانسجام والاستقرار؟ بص يا عيني، هو الكابتن شريف كان بيتكلم على الاسماعيلي وتاريخه الكبير قوي وكم اللعيبه اللي عدوا خلال نادي الاسماعيلي، لان الاسماعيلي دايما كان في الفترات دي عنده كم لعيبه مش طبيعي، كان عنده لعيبه حريفه قوي، لعيبه بتلعب كره هجوميه، كره حلوه. عشان انت بتقول كده دايما انا عن نفسي وانا بلعب زمان كنت بستنى مباراه الاسماعيلي مباراه الزمالك. مظبوط، عشان انا متاكد ان الفرقتين مش هيدافعوا، هم عايزين يكسبوك، والفرقتين فيهم لعيبه كوره وطبعا ما شاء الله كتير جدا. فهو دي الماتشات الواحد كان بيستناها. هو ده نادي الاسماعيلي من ايام اول بطوله افريقيا اخذوها، وخلال الاسماعيلي عدى لعيبه كتير جدا 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 نادي الاسماعيلي، وكان في منتخب مصر وكان عنده احسن لعيبه موجوده في الاسماعيلي دايما، من غير طبعا ذكر اسامي، لكن صحيح لازم اقول على راسهم كابتن علي ابو جريش، طبعا ده اسطوره نادي الاسماعيلي طبعا. لكن السؤال اللي انت قلته هو كله يا ايمن، هو الفريق الكوره عامه عشان يبقى فريق بطولات عايز اداره مستقره، مدير فني مستقر وكويس، واهم حاجه بقى اللعيبه. ايوه، الحاجات دي نادي الاسماعيلي بقى له فتره مفتقده، بدون تركيز على حاجه معينه. طبعا، لكن هي دايما حاجه جماعيه، يعني كره القدم حاجه جماعيه، في الاخر انت بتشوف ال 90 دقيقه اللي بيأديها اللعيبه وتحكم عليها. لكن نادي الاسماعيلي المنظومه دي لا، فيها خلل شويه وخلل كبير قوي، عشان كده نادي الاسماعيلي بقى له فتره كبيره قوي مش هو الاسماعيلي، مش هو اللي بيأدي الكره الحلوه، لا دايما تلاقي في الترتيب الدوري حاجه ما تلاقيش بالاسماعيلي خالص، زي النهارده مثلا ما تبص على ترتيب الدوري مش ممكن نادي الاسماعيلي هنا، استحاله طبعا يعني. واللي بعذرهم طبعا جماهيرهم، ان جماهير الاسماعيلي ايمن جماهير من زمان قوي بتحب الاسماعيلي وبتستمتع بالاسماعيلي وبطولات الخدها الاسماعيلي، لا الاسماعيلي حاجه اسم كبير قوي في الكره المصريه، عشان كده لما تشوف ترتيب النهارده
تتضايق اكيد طبعا تتضايق لان ما ينفعش نادي الاسماعيلي يبقى هنا. لكن صحيح. المركز النهارده ايمن ده حاجه مترتبه على اخطاء كتير السنين اللي فاتت مش السنه دي على فكره. يعني انا ما اقدرش الوم المدير الفني الفتره دي او المدير الفني اللي فات او اللي قبله لان كل دي اخطاء تراكميه لانك انت سبت النادي الاسماعيلي حته تدعيم اللعيبه ما فيش تدعيم لعيبه اللي هي تقدر تبقى معاها تيشيرت النادي الاسماعيلي مش صح. اي حد يلعب في الاسماعيلي يا جماعه ما زي ما انا بقول كلمه دايما كده الانديه الكبيره دي ليها لعيبه مواصفات خاصه النادي الاهلي لعيبه مواصفات خاصه جدا نادي الزمالك نادي الاسماعيلي مش اي حد يلبس الفانله الصفراء نقول عليه بيلعب في اسماعيلي وبرازيل لا طبعا خالص يعني في الاخر بقى قيمك على ادائك ونتائجك لكن اعتقد ان اسماعيلي بعيد عن الفتره دي بتمنى ان شاء الله ان هم طبعا يتداركوا الموقف اللي هم فيه ويبقى نادي اسماعيلي يبقى في المكانه اللي بيستحقها انا صحيح. متاكد ان مجلس ادارته اكيد عايزين اسماعيلي يبقى في احسن مركز لكن هي ظروف زي ما بقول لك ايمن مش السنه دي ولا اللي قبلها هي سنين كتير قوي وجابت لك صوره الاسماعيلي الموسم ده او الفتره دي صحيح كابتن اسامه يمكن برغم من صعوبه موقف النادي الاسماعيلي انما ماتش صعب الفرقتين النادي الاهلي طالع من تعادل غير مستحق للمباراه الافريقيه اللي فاتت مع بيتا كلوب والنادي الاهلي عايز يرجع تاني للانتصارات ويستعيد ثقه بعض الجماهير اللي هي ابتدت تتهز الفتره اللي فاتت والنادي الاسماعيلي موقفه صعب جدا عايز يخرج من الدوامه اللي هو فيها اللي هي دوامه الهبوط مظبوط يعني انا بدايه انا هتكلم في الاسماعيلي يعني من احسن مباريات كلنا اتفقنا على كده اللي كنا بنتمنى نلعبها من احسن الفرق اللي جابت لعيبه في مصر مالكش ذكريات خاصه تفتكر مباريات معينه لا كتير 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 ما مش مباراه واحده سواء في الاسماعيليه وكنا بنستمتع جدا بجماهيرهم وهي موجوده لان هم كمان من البلاد اللي جمهورهم دمه خفيف بيعمل اغاني جميله جدا على سمسميه وكده ليهم طابع خاص في التشجيع مزبوط. كنا بنبقى سعداء جدا واحنا رايحين نلعب في الاسماعيليه صح. او في اي مكان بنقابلهم فيه مظبوط فطبعا ليا ذكريات كتيره معاهم ماتشات كسبناها ماتشات خسرناها مثلا طبعا مش هننسى مباراه النهائي 93 94 اللي خدنا فيها 4-3 الدوري ايوه كان جيل جامد جدا 4-3 الاهلي كسب ومين جاب جول الفوز جاب الجول الفوز محمد رمضان جاب 3 محمد رمضان الرابع مش فاكره هو مش فاكره ايوه خلي بالك هو اللي بعد 3-0 هو اللي خلاه يجيبوا 3 اجوان عشان الجون وهو يبقى مش انا يا ريس المهم كسبنا 4-3 طبعا كان ماتش تاريخي مرتين ورا بعد بنتقابل معاهم في مباراه في اسكندريه برضه مظبوط اسكندريه ومحله مرتين بنقابلهم نهائي في دوري يبقى التساوي في النقط ونلعب مباراه فاصله هم مره كسبوا ومره احنا كسبنا اللي هي 93 94 وغير مباريات بقى 6 في الاسماعيليه مباريات قابلناهم يعني مباريات كتيره سواء في الاسماعيليه او في القاهره او في اسكندريه كانت مباريات ممتعه نتمنى ان هم يخرجوا من اللي هم فيه لان كلنا متفقين ان ده مش مكانتهم صحيح. حتى بحجم اللعيبه اللي موجودين دلوقتي طبعا هو مش بقدرات وامكانيات اللعيبه اللي كانت موجوده مثلا في التسعينات بتاعت محمد حازم وعماد سليمان وكده والعجوز والناس دي او الامكانيات اللي قبليهم او محمد ابو جريشه والجيل اللي بعده او كده وبشير والناس دي يعني لكن الفرقة اللي موجودة دي بأدائهم اللي الواحد بيشوفه في الدوري ما يبقاش مكانتهم هنا يعني أي. على الأقل أي. يبقوا في النص يعني مش هقول أي. هو الطبيعي أن الإسماعيلي كان بيبقى مع الأهلي والزمالك وفي السنين الأخيرة كان إنبي ويعني بالأربعة الأوائل تقريبا الفترة كانت الأخيرة من 7-8 سنين كده فحتى باللعيبة اللي موجودة دي مكانتهم مش مفروض تبقى كده بس واضح أن في خلل في الجزء الـ 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 الاداري والفني والدليل انه انت المدير الفني دوت يمكن الخامس او السادس واحنا لسه ما كملناش يا دوب 15 اسبوع يعني مره العجوز مره ابو طالب مره حمص مساعد مره ريكاردو مدرب مره يعني كل شويه في لخبطه واضح في عدم استقرار نتمنى ان هم طبعا يخرجوا والمباراه النهارده تبقى كويسه لكن احنا نتمنى الاول النادي الاهلي طبعا هو اللي يكسب لكن احنا بنتكلم في الاسماعيلي في حالته العامه في الدوري المصري انه من القوى الكبيره بالنسبه للنادي الاهلي طبعا ما فيش شك انه مباراه مهمه بالنسبه له جدا
الهزيمه من سيمبا ثم التعادل الاخير مع فيتا كلوب، يمكن زي ما انت قلت ضايق بعض الجماهير، ولكن ده وارد في الكوره. الحمد لله احنا كنا كسبنا ماتش الجيش رغم صعوبته في اخر 3 دقائق واربع دقائق بجون جونيور اجايه، لكن ماتش فيتا اضعنا فرص بالجمله كانت كفيله ان النادي الاهلي يطلع 5 أو 6 مستريح يعني بدون معاناه. فنتمنى عدم التوفيق اللي حاصل وبعد الاخطاء الفنيه تتعالج، واللعيبه نفسهم يبقى عندهم المسؤوليه انه يفرحوا الجمهور بعد التعادل الاخير بتاع فيتا. وان شاء الله اعتقد ان النادي الاهلي يعمل ماتش كويس والنتيجه تبقى في صالحه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كابتن عادل، على المستوى الفني والاداء يمكن دايما ماتشات الاهلي والاسماعيلي بتتميز بالنديه والمتعه والاثاره وبغزاره الاهداف. في الظروف اللي بيمر بيها الفرقتين النهارده، ماتش النهارده النادي الاهلي عنده عناصر اساسيه غايبه كتير جدا، عنده اصابات كتير جدا، الظروف اللي بتمر بالنادي الاسماعيلي ظروف صعبه جدا، تغيير مدربين، اللعيبه لسه بيبتدوا يخشوا مع المدرب الجديد في مرحله جديده، الظروف كلها النهارده هل تدينا امل ان احنا نشوف ماتش حلو زي ماتشات الاهلي والاسماعيلي دايما؟ اولا اهلي واسماعيلي الملعب هيبقى مفتوح، في هجمه هنا وهجمه هنا بغض النظر على المستوى فرقه الاسماعيلي في الوقت الحالي. هم عندهم احساس انه دائما لما بيلعبوا الاهلي ان هم في نديه، ده احساسهم. الحاجه بس عايز ارجع للكلام اللي احنا اتكلمناه على نادي الاسماعيلي، عاوز اقول كلمتين على نادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي دي حقيقه يعني بيخلي الدوري المصري له رونق، او يتقال عليه ايه اللي هو كان بيبقى فيه اهلي طبعا وزمالك، وكان الاسماعيلي كان بيكبر الدوري المصري. دي حقيقه، مهما حصل اي نادي طلع غير الاسماعيلي ما بيعملش الشكل ده، لان الاسماعيلي نادي كبير قوي. نادي الاسماعيلي فقد اهم نقطتين في هويته، العين اللي كانت بتجيب لعيبه صغيره. احنا شفنا عدد من اللاعبين في اخر 10 سنين نادي الاسماعيلي كان كل 5 سنين يطلع له يجي 10-15 لعيب متميز في قطاع التنشئه، متميز العين كمان اللي بيلعبوا في الفريق الاول. الحاجة التانية المهمة تفاني أولاده. يعني أنا شايف إن هو لازم نادي الإسماعيلي يستاهل إن هم يتفانوا. لكن بالنسبة لسؤالك كابتن أيمن اللي هو المباراة النهاردة، نادي الإسماعيلي النهاردة سلاح ذو حدين. هو هيلعب على إنه يسترد عافيته. هيستردها إزاي؟ أكبر حاجة لأي مدرب أو أي فريق ماشي بصورة غير جيدة إنه يعني يرجع على حساب نادي متصدر مثلا، او نادي من الانديه الكبيره علشان الثقه ترجع له قوي. فالنهارده بص تلاقي روح عاليه قوي من النادي الاسماعيلي، قوه لازم النادي الاهلي يقابلها النهارده بالقوه الاكبر. لانه النادي الاهلي بيلعب على كم جبهه غير نادي الاسماعيلي. النادي الاهلي بيلعب وعينه على يوم الثلاث، وبيلعب وعينه النهارده. انا عارف ان النادي الاهلي بيفصل وبيعرف يفصله، لكن بغض النظر برضو اللعيبه في دماغها حاجات كتير، تصورات كتير، ضغط عصبي، طالع من بطولة افريقيا هتدخل على دوري وبعدين ترجع افريقيا وبعدين ترجع دوري. ال 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 الحتة دي محتاجة من لعيبة النادي الاهلي تركيز شوية. وفي الاخر اقول لك النهاردة المباراة هتبقى فيها توازن جيد قوي بإذن الله، فيها نتائج كبيرة قوي. جالنا تشكيل الفرقتين دلوقتي، هنقول تشكيل النادي الاهلي. محمد الشناوي لحراس المرمى، ناحية اليمين محمد هاني، ناحية الشمال أحمد رمضان، الاتنين اللي في القلب ياسر إبراهيم وبدر بنون، قدامهم خط وسط دفاعي أليو ديانج وعمرو السولية، الوسط الهجومي هيبقى على الأطراف معانا جونيور أجاييه ناحية الشمال وحسين الشحات ناحية اليمين، في القلب محمد مجدي قفشة، وقدام هيبقى محمد شريف. هنقوله مرة تانية، محمد الشناوي حراسة المرمى، محمد هاني و أحمد رمضان على الأطراف، الاثنين اللي في القلب ياسر إبراهيم وبدر بنون، قدامهم عمرو السولية وأليو ديانج، ثلاثة اللي قدامهم هيبقى على الأطراف حسين الشحات وجونيور أجاييه، في القلب محمد مجدي قفشة، ومهاجم قدام وحيد محمد شريف. النادي الإسماعيلي محمد مجدي حراسة المرمى، ناحية الشمال حسين السيد، ناحية اليمين مصطفى فارس، الاثنين اللي في القلب محمد هاشم ومروان الصحراوي، ثلاثة اللي قدامهم عماد حمدي، محمد حسن،
محمد عادل، وثلاثي الهجوم او الثلاثي الخط القداماني الامامي محمد الشامي، شكري نجيب، فخر الدين، بن يوسف. بدلاء النادي الاهلي علي لطفي، رامي ربيعه، سعد سمير، اكرم توفيق، ناصر ماهر نقول له الحمد لله على سلامه، مروان محسن، صلاح محسن، والتر بواليا، احمد نبيل، كوكا. بدلاء النادي الاسماعيلي محمد فوزي، محمود دونجا، احمد مدبولي، محمد بيومي، عمر الوحش، نادر رمضان، احمد كاستيلو، زياد طارق، وشيلونجو. كابتن شريف، يعني احنا معانا التشكيل بتاع النادي الاهلي، بس قبل ما نتكلم في التشكيل كان ليا سؤال يعني حابب ان انتوا يعني نتناقش مع بعض فيه. دلوقتي انا لما يكون عندي، انا كمدير فني يعني، عندي لعيب بعتمد عليه بصفه اساسيه كويس، ولكن اللعيب مش محالفه التوفيق قوي، هو لعيب كويس ولكن مش محالفه التوفيق كويس، انا كمدير فني او انا كمدرب مسؤول، ازاي بقى اتعامل مع اللعيب في الفتره دي؟ هل ان انا افضل احطه في التشكيل الاساسي ولا ده بيعمل عليه ضغوط، ولا احطه احتياطي كبديل وانزله في اوقات معينه اللي بما يتناسب مع الفتره اللي هينزل فيها في المباراه، ولا ابعده شويه؟ بس انا هقول لك ان انت اللاعب ده اللي انت بتدور عليه ايمن شوقي، لو انت كنت في موقف اللاعب ده مش هتبقى وانت خارج محتاج الماتش اللي بعده ضروري؟ طبعا، وابقى عايز العب عشان احسن، اكيد، وابقى بشوف المواقف السلبيه اللي كانت حاجه، لا المره الجايه هبقى ايجابيه. اذا ادام انت وثقت فيا من الاول انك انت بتبتدي بيا مباراه، من حقي ان انا ابقى في الشكل القوام الاساسي بتاعك، ومن حقي ان انا احسن نفسي، ومن حقي لو كان ناقصني لياقه، كان ناقصني استشفاء، كان ناقصني اي حاجه، ان انا ما ابعدش. ايوه، زي ما حصل مع محمد شريف. أيوه، يعني اول ما جه محمد شريف خواجه، كان محمد شريف ده راجل على طول سكورر وبيجيب اهداف وبتاع، وجاب واليا، حصل دخول وخروج. أيوه، وابتدى خلى الناس تقول بعدت خالص عن رؤيه المدرب الفني. ايوه، بعدوا كل الدنيا على لا ده راجل كان رجله في الملعب، انت ليه ما اديتش بواليا واحده 20 دقيقه 40 دقيقه مش عارف، مع ان بواليا لو كان جاب جول واحد بس ساعتها، وفي الهاف تايم اللي نزله ده مظبوط، كان غير الفكر تاني وكان فكر المدرب صح. بص يا ايمن، الشكل بتاع اي فرقه بتلعب وخاصه النادي الاهلي لازم يبقى عندك استراتيجيه، لازم يبقى عندك شكل بتدي رساله لاي فرقه انت بتلعبها داخل الملعب، واي فرقه هتلعبها بعد كده كويس. يعني زي فرقه فيتا كلاب مثلا، انا النهارده بدي رساله لفيتا كلاب، انا ما عنديش شغل عشوائي. أي، انا عندي استراتيجيه يعني بتتنفذ داخل الملعب، اللي هي ايه؟ الانتشار سليم، كل ما قل الميس باص في فرقتك، مش دعوه بقى بتلعب 4 2 3 1، بتلعب 4 3 3 4 4 2، لازم يبقى عندك شكل عمق هجومي، خاصه النهارده ما عندكش باك ليفت، باك ليفت حاله تعويضيه النهارده من رمضان بيكهام، فمش هتستنى ان هو هيوصل لغايه الخط او حاجه، لازم يبقى عندك 2 عمق هجومي دايما بيحصل حاله تبادليه وبيخشوا جوه 18 عشان يقدر محمد هاني من اي منطقه بعد نص الملعب يودي لك خطوره الناحيه الثانيه. بيكهام مش هيقدر يروح لغايه هناك بالتعامل مع جونيور اجي، السهوله اللي انت شايفها مش عبقري بقى الحته دي على طول، هو هيبقى ديفنسر اكتر من ان هو راجل بيهاجم، عنده سرعات يعوض الحاله دي والحاله دي، مع شكل عمرو السوليه وديانج والناس دي هتعوض المنطقه دي او هتعوض الناحيه اليمين. الشكل اللي انت بتسال فيه ده اللاعب نفسه لما هينتشر في الملعب وهيدي عمق هجومي كويس والكره هتجري وهيحصل ثقه في اللاعبين مع بعض، انت النهارده هتحس ان وجود محمد شريف وعودته معنا على الشاشه وصول فريق النادي الاهلي ملعب مباراه توفيق ان شاء الله باذن الله يكونوا مركزين النهارده، ويدوا رساله لفيتا كلاب بشغلهم الشاغل جوه الملعب. يعني انا النهارده اما استلم الكوره زي قفشه بدل ما يقعد يلف كده ايمن ويدور، ها لازم 2-3 لعيبه بتتحرك في العمق وبيظهروا له عشان يسهلوا عليه الماموريه، يا يعمل الباص السليم، يا يعمل له الوان تو، يا يخش هو يديله مساحه انه يقدر يصوب هو سوليه. سوليه لازم يكون اللي عنده تدعيم جامد جدا لمنطقه الجزاء. فمهما كان رؤيه المدير الفني بيعمل ان اللعيبه كلها، في سؤالك اللي انت سالته 80% اللاعب يبقى موفق بالزبط. فمش معقول هفضل ادي لعيب وبعدين اشيله واحط الثاني غيره واجرب النهارده ده اللي هيدي ولا ده أيوه. مع انك انت تاني تايم لما بتلعب بشكلك اللي هو فول باور مزبوط، بتبقى موجود في ال 18. اللعيب اللي بيديله مره
واثنين وثلاثه والمستوى مش هو المطلوب؟ لا ده دي سؤالي جاي. استنى لا 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 خلينا الاول في ده. لا عايز اقول لك عايز اقول لك من حق اللعيب علاء والله اقول له انا عايز الاول من حق اللعيب انه يبقى موفق او غير موفق. مش من حق اللعيب. لا مش بتكلم على مش بتكلم على دي في حظوظ هنا بتكلم. لا انا عايز اقول لك حاجه. انا مش عايز علاء خدت بالك اقول على حاجه بعينها انما انت خلاص بقى احنا في شكل احترافي دلوقتي علاء اللعيب اللي لازم ينزل لازم يلعب بس لازم يبقى في تدعيمات علاء جنبه عشان احاسبه صح. صحيح بس ما اقولش التقصير مزبوط. التقصير ايه 100% منه مظبوط او هو مش مركز. ونتمنى انه يحالفه التوفيق ده اكيد. ده سؤالي فضل. السؤال الثاني ده انا كنت ماجله شويه اتفضل يعني هيجي بس انا بتكلم على موضوع حته التوفيق وعدم التوفيق ومعاملتك كمدير فني للنقطه دي بالذات. بص يعني اي مدير فني ما بيعملش كل لعيبه زي بعض طبعا. في لعيبه ليها معاملات كده خاصه. في لعيب عايز تجننه وتخليه ان هو يعني هي 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 يعني خلاص في حال الجنان خرجه بره الفريق خرجه بره التشكيل تحس ان هو يعني هيتجنن وعايز يلعب. في لعيب لو خصبت منه ماديا يجي بالماديات هي بتفرق من مدير فني. لكن هي مدير فني ذكائه في كيفيه التعامل مع كل اللعيب. بس المدير الفني ده مش واحد في الملعب ومباراه ومبروك لا لا خالص. ده راجل بيدرس كل اللعيبه اللي عنده خصوصا الناس اللي على طول موجوده معاه ويعرف امتى يقعد اسامه امتى يتكلم مع كابتن شريف امتى مش عارف يخصم من عادل. هو ده ذكاء المدير الفني. بس لو عندك الحاله دي ما انا هقول لك الحاله دي يعني هصبر. اوكي لو هو لعيب اساسي انا هصبر عليه مره واتكلم معاه كويس والثانيه واتكلم معاه كويس كويس الى ان هيجي وقت انا كمدير فني. ما هو بص اي مدير فني دايما بيدور على في الاول على مصلحه فرقته وفي واكيد على مصلحته هو الشخصيه. مفيش مدير فني بيدور على مصلحه حد تاني. هو عايز الفرقه تبقى كويسه وتكسب لان هي في الاخر هترجع ليه هو كمدير فني. لو مفيش الحلول يبقى الحل بقى اللي هو الاخير اللي هو لا اللي بيلعب مكانك هو اللي هيلعب وانت استنى. الفرقه كبيره يا ايمن اللي فيها نجوم كتير كده هو دي الحاله اللي بتخلي يعني اللي بيخلي النادي الاهلي نادي كبير وما شاء الله وبطولات وفيه دايما تنافس. هي الحته دي يا ايمن انت عندك نجوم. النجم لو بص يا ايمن طول ما النجم عارف ان هو حلو ووحش هيبقى موجود مش هتاخد منه حاجه. انما النجم وذكاء المدير الفني دايما خلي حته المنافسه ان انت لو ما بقتش كويس في واحد تاني مستني الفرصه. هي دي فرقه كبيره. عشان كده النادي الاهلي دايما عنده لعيبه دايما عنده لعيبه كتير جدا دايما عنده ما شاء الله بطولات كتير قوي. يعني النهارده مثلا عندك كميه غيابات كتيره بس انا متاكد اللي هيلعبوا النهارده هيأدوا ويمكن يبقوا احسن لما كل واحد بيتمنى فرصه. وهي دي الحاجه الحلوه بيعملها المدير الفني. المدير الفني ناجح يعمل حاجه اسمها لازم في تنافس. اوعى تخلي اللعيب يتاكد ان هو بقى هو الاساسي. صح. هرجع لك في النقطه اللي انت قلت عليها من شويه ولكن هرجع لك. لا انا خلصت. انت خلصت؟ مش انا ثاني واحد هو احنا النقطه اسامه ثاني هو احنا النقطه اللي احنا بنتكلم فيها دي انتوا بتتكلموا في مكان واحد لحد دلوقتي. لا, 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 لا لا انا مش شايف. لا, 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 لا مش بتكلم عن متى. انا ايوه بالظبط. والله انا مع علاء في الموضوع ده. في ايه انت طبيعي ان في اساسي وفي احتياطي او في رقم واحد واثنين وثلاثة ده طبيعي. المدير الفني لازم يخلق تنافس تملي بين اللعيبة. الاساسي بيفضل يلعب طول ما هو كويس طول ما هو يكسبني. بيجيله حالة مش موفق في مباراة مفيش مشكلة بديله المباراة التانية التالتة. لكن في وقت لازم ادخل بديله لانه كمان انا ما يأس الناس اللي هي مستنيه الفرصه. هو مش موفق فلازم يقعد مع نفسه ويحس ان هو لا انت لو قعدت فتره مطول لازم حد تاني يخش كويس. عشان كمان البديل بتاعه ما يأس بقى ما انت كده ويحس ان في حاجه اسمها عدل. بس في الجزء دوت انا كلاعب حاسس انها مش ماشيه معايا مره واثنين وثلاثه. لما اجي اقعد مره واحده يعني يجي يقعدني بعد ثلاث اربع مشات مثلا هل ده يفقدني الثقه بنفسي؟ لا طبعا الطبيعي. ما هو دي بقى شخصيه اللعيب. هو ليه في لعيب يعني قوي الشخصيه وتقدر تعتمد عليه في كل الاوقات وفي لعيب بيبقى امكانياته الفنيه عاليه ولكن ثقته في نفسه مهزوزه يعني في وعشان كده في ناس بتيجي في النادي الاهلي امكانياتها الفنيه كويسه لكن ما بتكملش لانه ما عندوش حته اللعب تحت ضغط ده. سواء من جماهير سواء من مدرب قعده فتره كلنا هتلاقينا مرينا بالحاجات دي. مظبوط. جه مدربين انت مثلا كنت تلعب مع حد اساسي على طول جه قعدك مثلا ثلاث اربع شهور او شهرين او خمس ست ماتشات او سبع ماتشات. لو انت
لو انت ما عندكش الثقه في نفسك صح. انك انت تقدر ترجع نفسك وانك تقدر تلعب اساسي خلص. خلاص هتخلص مزبوط. وهتفضل بقى تقول ايه تقعد تشتكي للناس وتقعد تشتكي لكل حد وشخصيتك تبقى ضعيفه مش هتقدر تكمل صحيح. فانا منطقي مع على انه طبيعي انه لو واحد قعد فتره مش موفق لابد ان حد تاني يخش مكان طب نغير الطريقه كمان كابتن عادل خلينا بقى اقول كابتن عادل اتفضل انا ليا وجهه نظر مختلفه اتفضل انت على طول مختلف كده لا هقول لك ليه يا كابتن لان احنا في عصر احتراف كويس انت ب10 انا ب5 ال10 يلعب هو كده الكره في العالم هو لو 10 ده بيلعب وخمسه ما بيأديش يبقى 10 ما بيأديش كويس طب افرض 5 جاي احسن من 10 لا يبقى انت اللي غلطان يبقى انت اللي تتحاسب بقى يبقى لا يبقى انت اللي جايبه تتحاسب انت فاهمني كره القدم كده احنا بنتكلم على عدم التوفيق لحظه يا كابتن لحظه لا لحظه انت بتسالني على كمدرب انا مزبوط. كمدرب مزبوط. انا بترجمها ماشي. بترجمها ايه سلعه وفلوس ازاي انت في لعيب بيبقى ب 100 مليون وفي لعيب بيبقى ب 5 مليون كويس ابو 100 مليون يلعب المفروض هو اللي يلعب وهو اللي ينقذك وهو اللي يبقى افضل وهو اللي يبقى احسن طب لحظه هنا لحظه هنا بس بعد اذن حضرتك نقف هنا عندي لعيب ماشي ب 100 مليون ماشي ولكن هو مش هقول مش موفق هو مش في حاله طبيعيه بقاله كذا ماتش هيلعب ليه هي كده هي اللي كده ارجع في العالم كله لا ليه يا حبيبي لا ارجع للعالم كله مفيش حاجه اسمها واحد ب 100 اقول لك حاجه كمان الاقوى انت الراجل الغالي قوي كريستيانو وصلاح الناس دي كلها ماشي لما بيقدوا ويخرجوا بس انذار او يخرجوا اصابه بسيطه اللي بيلعب مكانه بيجيب 50 جول هيقعد وعارف ليه يا كابتن لان لا دي مختلفه عاد لا لا بص يا كابتن خليني اكمل انا ما قلتش حاجه ما انا هقول لك بس لا انا ما قلتش حاجه انا هقول لك دي انا هقول لك وجهه نظري انا والله هقول بس الكلمه دي وكمل اتفضل في فرق بين مثلا علاء ميوب اساسي في الفرقه او شريف او انت اساسي وبتكسبني على طول وانت الاساسي وجيت مثلا توقفت بانذارات او لا قدر الله حصل اي حاجه وبعدت ماتش واحد جه مكانك ولعب لا وجاب 20 جول لا الاساسي يرجع يلعب لا ما دي أيوة. طبيعي لا مش طبيعي هنقول لو لا واحد لحظة. قعد فتره لحظه يا كابتن مش طبيعي في مصر لا. مش طبيعي اسمعني يا كابتن طيب في مصر مش طبيعيه خالص طيب. انت في مصر استنى انت في مصر يا كابتن اللي بيباص 4 باصات ممكن يروح منتخب مصر في ايه يا كابتن احنا خلينا نتكلم بواقعيه ماشي اتكلم كابتن عشان هناخد بعد كده ارقام يعني نتكلم بواقعيه شويه كره القدم المفترض ارقام بتترجم لانها بقت صناعه فلما تيجي تترجم ب اثمان واسعار فانت بتلعبه علشان في حاجات اخرى مع كره القدم مش المستوى بس أيوه. لكن انت في الكره المصريه لما نيجي نتكلم في الكره المصريه كمدرب انت ممكن تلعب ده او تلعب ده انت عارف الاجانب بييجوا يعملوا ايه ممكن ما يلعبكش 10 ماتشات بس يديك الماتش رقم 11 هتيجي انت بقى الطابع المصري اللي انت تقول ايه لا المدرب ما مدنيش ما جهزنيش ما فيش حاجه انت محترف أيوه. انت تجهز عارف ليه يا كابتن انا بقول لك الكلام ده لانك انت لما تلعب وتادي كويس سعرك هيعلى لو انت لعبت واديت وحش سعرك ينزل فهي دي كره القدم عادل عايز اسالك سؤال هو فضل. ليه احنا لما بيبقى عندنا تاخر في اول هاف تايم وبنلعب 4-2-3-1 دي وبتبقى الحكايه مش ماشيه معاك مظبوط وكامل وبعدين تاني تايم جه فيك هدف بقى متاخر في التعادل بلاقيك عندك شكل هجومي بواحد واثنين ثلاثه وبلاقي اللعيب اللي انا بتكلم عنه ايمن ده بيكلمني عنه ان هو متاخر في واحد واثنين وثلاثه ده الاقيه بقى كويس لما لعب جنبه اللعيب الثاني اللعيب الثاني اللي هو قاعد بره مستني الفرصه بقوا الاثنين جوه الملعب انا ليه انا ما بغيرش فكري بي مكان ايه وايه مكان بي احنا مش مرقمين لعيبتنا في مصر اللي جم رقموا اللعيبه في مصر اتنين مدربين فقط لا غير فايسا ومانويل جوزيه حتى مانويل جوزيه لما كان بيغير رقم 11 لو عايز يغير باك رايت كان بيغير فيرويد ويلف الملعب كله 6 لفات فايسا كان كده اللعيب لازم انا بقول لك فعلشان كده بقول لك لسه الى الان كنا بنلعب 2-3 وده 2 كابتن اللي بنلعب 3-5-2 لا لسه الى الان هيديو كوتي كنا بنلعب ب2 سنتر فيرويد لا بص يا كابتن لسه الى الان احنا لسه الى الان احنا حته الاحترافيه مش كامله انا بتكلم في مصر يعني الاحترافيه بتاعتنا مش كامله انت احترافيتك لما تيجي تشتري لاعب لازم تشتري لاعب انا بتكلم في القضيه العامه لازم تشتري لاعب تستفاد منه لكن بتيجي تلاحظ ان في 5-6 لعيبه بيلعبوا في مكان واحد انت جايبهم في نادي واحد
انت فاهمني؟ علشان كده ما بيعرفش. انت فاهم انا عايز اوصل ايه؟ انا فاهم. اما يبقى عندي بواليا ومحمد شريف والاثنين وهم في الملعب. لا انا بتكلم على ثانيه واحده، انا بتكلم على قضيه عامه، بتكلم على دول، بتكلم على قضيه عامه، انا بتكلم على دول يلعبوا مع بعض. انا بتكلم مع دول لما بيبقوا موجودين الاثنين يا ايمن، والاقي العرضيات من اي الشمال من الناحيه دي واليمين من الناحيه دي، والاثنين دول واحد بيعمل تكوف والثاني بيصطاد، بلاقي حتى فرص لاي واحد موجود جوه 18 جزاء بنجيب اجوان. احنا ليه بي عندي ما يبقاش مكان ايه؟ ليه ب ما يبقاش ابتدي بيه بالف، ابتدي بالفول باور بتاعي؟ هو ده الحته اللي انا هو طبيعي يعني هو فيها. ممكن ممكن انا ببحث فيها ممكن في كل مباراه. ممكن فعلا محمد شريف يلعب مع بواليا، يعني محمد شريف ياخد جنب شويه ناحيه اليمين وغير طريقه لعبه كابتن اسامه. بواليا لا مش هغير طريقه لعبي، لا مش هغير يعني محمد شريف بيعرف. طب بما ان كابتن اسامه، كابتن اسامه بعد اذنك، محمد شريف بيعرف يلعب جناح. لا كابتن اسامه بما انك بتتكلم عن كابتن اسامه، بما انك بتتكلم عن وجهه نظر فنيه وده راجع للمدير الفني، تعالى مع بعض نشوف ارقام مستر موسيماني اللي بيتهاجم بشده اليومين دول. بعد اذنك يا سمير ممكن ماشي اهو، ادي مشوار مستر موسيماني. لعب 28 مباراه، فاز في 21 مباراه، اتعادل في 5 وهزيمه مرتين من نوم الباير، ها، وله 51 هدف عليه 15 هدف وشباك نظيفه في 16 مباراه. كابتن شريف في هجوم شديد جدا على مستر موسيماني الفترة دي، بالرغم من ان الارقام في صالحه تماما. هو في تخبط في النتائج، مش هجوم على مستر موسيماني. كويس، انت مطلوب منك دايما انك بتتابع الفوز. ايوه، لما يبقى مباراة زي بيتا كلاب عندك هنا بهذا الشكل وبال 25 فرصة وانت بتطلع متعادل 2-2 بغبن في التحكيم، وكمان في اسباب الراجل ما بقوش فيه ايده في الحكاية. كويس. انما هو اللي انا النقطة اللي انا بتكلم فيها بس انك مستر موسيماني دلوقتي انت بقى عندك خبره كبيره جدا من ساعه ما جيت مع لعيبتك، انت دارس اللعيبه كلها، عارف مين اللي بيديلك وايه الامكانيات اللي بتجيلك والشكل اللي انت تقدر تلعب بيه، ويوفر لك على طول الشكل الهجومي اللي انت شغال فيه ال 40 دقيقه الاخرانيه. انما مفيش ضد مستر موسيماني اي هجوم. ليه؟ لان محدش راجل جه عمل 3 نتائج في وقت قصير جدا. مزبوط. يعني قلب الايه، احنا كنا بندي المدربين وقت. كنا بنديهم نقول لسه هيخش. أيوة. لسه شايف الفرقه دي، انت لو مشيت مدرب دلوقتي وجبت مدرب تاني دلوقتي هتعرف تاخد منه نتيجه؟ ده الراجل اللي قاعد مش ممكن. أيوة. الراجل ده جه اتوفق في كل حاجه. وانا بحب المدرب كمان اللي زي فايلر زي موسيماني اللي وشه حلو بيبقى على الفرقه وبيشتغل 24 ساعه على الفرقه. اللي بيطلع احسن 2-3، انما مفيش مانع يا ايمن ان الناس تنتقد طريقه لعب، ليه ما تلعبش فلان جنب فلان، ليه ما بتغيرش اسلوب اللعب ادام الحته دي واقفه عندك. انما هو مش تقييم لمستر موسيماني، خدت بالك؟ أيوه. في الفتره دي ان هو كويس ولا وحش. صحيح. لا لا لا. صحيح. احنا عدينا المرحله دي زي اللعيبه كلها اللي انت مصنفها عندك. احنا بنتكلم اسامه بيقول عندي لعيب اساسي ولعيب بياخد الفرصه، كل اللعيبه اللي عندك اساسيين. صحيح. مين قاعد على الخط بره مش اساسي؟ مين غير علي لطفي ومصطفى شوبير؟ ايوه، لان الشناوي بسم الله ما شاء الله شغال زي الفل. فغير كده عندك كمان اصابات، عندك كمان كورونا، عندك كمان حاجه بتحجم المدير الفني. انما انا بامل ان انا بتفرج على تاني هاف تايم بتاع النادي الاهلي، هو يبقى الاول، اشوفه اول هاف تايم. مظبوط مظبوط. كابتن علاء، نروح سريعا بقى لتشكيل النادي الاهلي وتاثير الغيابات وخصوصا ناحيه الشمال. ايوه، بس كلمه عشان مستر موسيماني والناس بتهاجم. اتفضل. هي كلمه كده معروفه في كره القدم، بتيجي تقيم مدير فني تقيمه نتائجه. صحيح. بس ما بتقيم اللاعب بادائه بمستواه. مزبوط. زي ما كان بيتكلم عادل وكابتن شريف واسام. مزبوط. مدير الفني حاجه ثانيه خالص. ما بتكلم عن مدير فني، تعالى نتائجك ايه وبطولاتك ايه وتسكت. يعني أي. الطبيعه بتيجي تتكلم عن مدير فني مستر موسيماني تروح مقدم الفتره اللي المجموعه فيها هو ونتائجه مع النادي الاهلي وتسكت. أي. خلاص يعني. بص، بمناسبه الفرص يا كابتن، بص مشوار مستر موسيماني مع الاهلي، معدل الفرص على المرمى 8. كويس. المفروض معدل الاهداف المتوقعه تبقى 1.9 او 1.9. معدل الاهداف 1.8. ودي تعتبر يعني نتيجه كويسه جدا جدا يا ايمن. احنا في ماتشات وادي الاستحواذ كمان يا كابتن، 57% استحواذ، تمريرات صحيحه 485 من 570، يعني حتى نسبه التمريرات 85%، وده معدل عالي. بص يا ايمن، كل الارقام وكل المعدلات وكل الكلام ده هو دي تقدمها، ما حدش يتكلم. لما تيجي تتكلم عن مدير فني، طيب ادي نتائجه بس وتسكت. يعني انا لو انا من يعني وانا عندي حق الرد، انا ما اردش على الناس بتهاجم مستر موسيماني. خلاص. بتهاجم مستر موسيماني ليه؟ نتائجه اهي بس. صح. في صح. الفتره دي تعال احسب هو عمل ايه.
انما ما تيجي تتكلم على لعيبه قائم مستواه بس انا بس حبيت انما قال كابتن شريف بس اضيف النقطه دي. اتفضل. بدايه النادي الاهلي بقى النهارده من خلال التشكيل ووجود احمد رمضان ناحيه الشمال، وزي ما احنا شفنا الماتشات اللي فاتت متاثرين شويه في الانطلاقات الهجوميه من على الطرفين. ده طبيعي على فكره، ما فيهوش اي ولا اي اخطاء ولا اي تقصير. لكن انت عندك نمره واحد علي معلول كل اغلب هجماته كلها من ناحيته وبيخفف العبء من عند هاني محمد هاني. محمود وحيد حاول وكده لكن طبعا حظه السيء ان هو جات له اصابه الفتره دي. صحيح. فكل اللي بيعمله ده النهارده احمد رمضان النهارده قايم في مكانه، ده مش هيطلب منه واجب هجومي خالص. عشان الناس تبقى فاهمه بس هو مستر موسيماني هيلعب ازاي. أيوه. احمد رمضان هيبقى موجود ناحيه الشمال لكن مش مطلوب منه واجب هجومي خالص الا لو حصل في كوره او حاجه. ومش هقدر الومه. طب هيلعب ازاي مستر موسيماني؟ هقول لك حاجه، لان كل لعبه النهارده هيبقى عن طريق محمد هاني ناحيه اليمين. واكيد جونر هيبقى راس حربه تاني، محمد مجدي متقدم، محمد شريف، واحد من الاثنين عمرو السلاوي اوديانج. في الهجمه بتاعتك هيبقوا ثلاثه. يبقى في الهجمه بتاعتك انت يا ايمن اللي هيبقى مستني. كويس. هيبقى بدر بنون وياسر ابراهيم ومايل شويه مش زايد احمد رمضان. يبقى في عيب في الناحيه الهجوميه بالذات لازم نشوفها النهارده عند محمد هاني. ومين كمان؟ وحسين الشحات. بس كده. ده اكيد. هو النهارده العيب الهجومي او مفتاح لعبك النهارده يعني غصب عنك، لانك الجنب الشمال فيه اتنين مش موجودين اذا كان علي او محمود وحيد. هيبقى النهارده المهمه تقيله قوي على محمد هاني حسين الشحات. هيزود معاهم طبعا اكيد محمد مجدي، ألو ديانج ممكن يزيد عادي جدا مفيش مشكله خالص هيكمل طبعا. وعمرو السولية بيستنى. وبالنسبه بس الاثنين في نص الملعب عشان في ناس بتقول لك ما ينفعش الاثنين يروحوا، ما ينفعش واحد، لا هي على حسب اتجاه الهجمه فين. يعني لو هجمه ناحيه اليمين وألو ديانج هو مكمل، طبيعي ان عمرو السولية هيستنى في نص الملعب عشان الكره الثانيه ايمن، عشان في حد عامل لك مستني الحته الدفاعيه دي. لو الكره عمرو السولية هو اللي بيكمل الهجمه طبيعي ألو ديانج هيبقى متاخر شويه، دي حاجه بتحصل كده اوتوماتيك من غير اي افتاءات من غير اي كلام خالص. لكن النهارده هتلاقي النهارده محمد هاني حسين الشحات لازم الجبهه دي تشتغل كويس جدا النهارده، لان مش مطلوب من احمد رمضان اي واجب هجومي، ولو عمله طبعا يبقى حاجه ممتازه. جونيور اجي النهارده عنده واجب لازم يأديه كويس قوي، وجونيور اجي الفتره اللي فاتت هو نجم الفرقه. أيوه. بدون منازع. أيوه. وهو دايما بيعمل لك اللمسه الحلوه، دايما بيجيب لك الكوره كويسه، دايما تحس ان في خطوره مع جونيور اجي اذا كان بيستلم الكوره او اذا كان بيتحرك. محمد مجدي النهارده لازم الريتم سريع، لازم تنزيل بره ملعب كتير النهارده. متاكد محمد شريف هيأدي بالصوره الحلوه اللي هو حته بقى المنافسه. انا بادئ النهارده مش عايز العب من الملعب. أيوه. ده بالبلدي كده، انا النهارده بادئ وعارف ان في اتنين بره قاعدين مروان. أيوه. وبواليا. أيوه. الطبيعي ان انا نازل اكنها بالظبط اول مباراه لي مع النادي الاهلي، فانا هقدم كل حاجه. حته الاهداف من غير دي حاجه توفيق بتاعت ربنا مش اكتر. وكذلك حسين الشحات اكيد طبعا. طيب هنروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع الكابتن اسامه عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن على تشكيل النادي الاهلي وتشكيل النادي الاسماعيلي وطرق اللعب النهارده. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه كنا بنتكلم قبل الفاصل على الانطلاقات الهجوميه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين وناحيه الشمال على ضوء تشكيل النادي الاهلي وعلى ضوء الغيابات. الكابتن علاء كان ليه وجهه نظر ان ناحيه الشمال من ناحيه احمد رمضان يعني ممكن يكون النهارده مش مطلوب منه قوي حته الانطلاقات الهجوميه عكس الناحيه اليمين زي محمد هاني وحسين الشحات. هو كمان غير ان هو مش مطلوب منه قوي، هو امكانياته في الهجوم مش زي معلول وزي وحيد محمود. او مش حتى مش زي ايمن اشرف. يعني. لان اولا هو بيلعب برجله اليمين، ثانيا هو مش طرف اساسا، هو مساك او نص ملعب بارتكاز، واحيانا بيلعب في الباك رايت. ولما يعني الباك رايت كمان بيجيدها اكتر من باك ليفت، بيلعب بعض المباريات فالنهارده هو بيلعب كانه مساك ناحيه الشمال. ايوه. فانطلاقاته مش هتبقى كتيره يعني حتى من غير ما مستر موسيماني يقول له، هو بطبيعه لعبه انت بتروح على الشمال عشان هتعدي من الطرف. عشان تعمل مثلا كروس بالشمال او حتى لو باليمين زي كان ربيع ياسين كان بيلعب برجله اليمين. أيوه. بس هو لعيب طرف. مظبوط. فهو بظروف بيكهام هو هيبقى مطلوب منه زي ما علاء قال انه النواحي الدفاعيه سواء من تعليمات من مستر موسيماني او هو بطبيعه لعبه انطلاقاته على الشمال مش هتبقى، ولذلك هتبقى مهمه اجاييه وقفشه وشريف إن او شحات لو راح الناحيه الثانيه انه يملوا ناحيه الجناح دي. ليه؟ لان انت كمان خلي بالك
انت بطبيعه لعب مستر موسيماني بيدخل الاجنحه للعمق. ايوه. فلازم حد ياخد الطرف، ما انت مش هتفضل مزبوط. مش هتفضل كل اللعب من العمق. مزبوط. لازم حد ينطلق. صح. ولذلك هاني هيبقى عليه فعلا شغل كتير اكتر، لكن الناحيه الثانيه لازم يتبادلوا فيها الحركه. ايوه. بالنسبه للنادي الاسماعيلي عامل 3 ارتكاز النهارده. ايوه. فدي انا شايف انها هتساعدنا، مش هت يعني في صالحنا. أيوة. هو عامل 3 ارتكاز، محمد حسن ومحمد عادل وعماد حمدي. كان الاول في كل الماتشات اللي فاتت بيلعبوا 2 بس، 2 وواحد تحت راس الحرب او 3. أيوة. تحت راس الحرب. فواحد زي مدبولي قاعد بره هتبقى نقطه مؤثره لما يجي ينزل. صحيح. لكن ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يتغلب على موضوع الجبهه الشمال ديت، واعتقد ان بيكام يقدر يقوم بيها، بس هي هتبقى شويه ناقصه في الناحيه الهجوميه ان شاء الله. بإذن. كابتن عادل، في ضوء تشكيل النادي الاسماعيلي ازاي يلعب النادي الاسماعيلي النهارده؟ هل هنشوف 4-3-3 زي ما هو موجود كده عندنا على الورق، ولا هيلعب ازاي؟ لا بص يا كابتن، النادي الاسماعيلي غير تغيير واحد من الفرقه اللي هو كان امام تشكيله امام وادي دجله. التغيير الوحيد اللي غيره محمد حسن نزل وخرج شلون. ليه؟ علشان يغير ويلعب بثلاثة ارتكاز، ولكن هو مش هيلعب بثلاثة ارتكاز بالظبط يعني. أيوة. هيعمل ايه؟ هو هيبقى فيه نزول من محمد الشامي جنب عماد حمدي، بقى جنب محمد عادل، وعماد حمدي اللي هيبقى قدام. يعني ممكن هتبقى 4-3-3 ملمسه 4-1-4-1. بقول لك محمد شامي هيبقى جنب محمد عادل، محمد حسن 2 ديفندرات، محمد شامي يبقى جنبهم، وفخر الدين بن يوسف هيبقى الرابع معاهم، اللي هيبقى وراهم عماد حمدي، واللي هيبقى قدامهم شكري نجيب. على طول هم بيعملوها كده في الحته الهجوميه. لما بيجي يدافعوا بيدافعوا كده، لكن هو التغيير الوحيد اللي غيره ما عملش عمق هجومي، عمل شكري نجيب. شكري نجيب من اللعيبه اللي بيعرفوا ينزلوا بيستلموا بيعملوا محطه كويسه. هو يعتمد النهارده على انطلاقات محمد الشامي وعلى انطلاقات فخر الدين بن يوسف. الحاجه الثانيه المهمه ان محمد عماد حمدي ومحمد عادل ومحمد حسن، يمكن محمد حسن لما اتغير مكان شلونجو غيروا علشان حاجه واحده بس مهمه. أيوة. علشان يدي الفخر حريه الانطلاق كتير. أيوة. لان محمد حسن من الناس اللي بتقف في وسط الملعب كويس، ومحمد عادل وعماد حمدي، حسين السيد ومصطفى فارس. على فكره مصطفى فارس ده من اللعيبه الهايلين. ومصطفى فارس ما بيلعبش باك رايت اصلا. أيوة. مصطفى فارس من افضل لعيبه كانوا مشترينه من القناه، انا شفته كان بيلعب في نص الملعب. وفي الاخر عايز اقول لك ان المباراه النهارده ان شاء الله هتبقى فيها عايز اقول لك ايه نتيجه كبيره ان شاء الله للنادي صالح الاهلي باذن الله رب العالمين ان شاء الله. طيب هنروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، لو حطينا سيناريو للشوط الاول يمشي ازاي الشوط الاولاني؟ على حسب رغبه لعيب النادي الاهلي ومستر موسيماني في الضغط على فرقه اسماعيلي من اول مباراه. هي دي طبيعه لعب النادي الاهلي؟ لا، عايزين نشوف بس. ما هو في فرقه اسماعيلي ممكن تهاجمك كمان في اول 10 دقائق، تبقى عايزه النهارده العيد. عايزين نثبت وجودنا قدام النادي الاهلي يعني. فانت بس عندك تريكه كده، احنا قاعدين نتكلم على الباك ليفت ان هو احمد رمضان بيكام مش هيكون ليه دور ناحيه الشمال هجومي يعني. انا بشوف انه ليه يبقى له دور كبير قوي تدعيما في خط النص. أي. يعني زي ما عادل بيقول لك ايه، فرقه اسماعيلي ممكن تلعب 4-1-4-1 مثلا يعني. أي. حتى في عدم وجود شلونجو ممكن انه يكون في تعويض من شكري نجيب او فخر الدين يوسف في المنطقه دي. أي. اذا كان بيلعبوا على الاطراف او بيلعبوا في العمق. احنا كمان لازم يبقى عندنا اورتندف ثانيه بنعوض بيها اي شكل نقص عددا. أي. اذا كان محمد هاني هيخش في وسط الملعب لما كرته تبقى ناحيه الشمال، او لما يكون محمد هاني داخل الاقي بيضم احمد رمضان بيكهام على نص ملعبك ويعضده على اساس ان الكره كل ما تتقطع تكون ليك المحاوله ان انت ترد تاني، ويبقى عندك المحور بتاعك اللي انا بعتمد عليه النهارده قفشه، ان هو بينوع التحركات العرضيه اللي لازم يعملها حسين الشحات وجونيور اجايه مع محمد شريف اللي يكون عنده رغبه اكتر من كده في التهديف. مظبوط. كابتن علاء، توقعاتك لاحداث الشوط الاول، وانت قلت لي ان الاسماعيلي ممكن النهارده ما يلعبش بطريقه مفتوحه. لا ما هوش ممكن، ده اكيد. الاسماعيلي مش هيلعب بطريقه مفتوحه النهارده مهما كان، وبيلعب ضد النادي الاهلي وكده، حتى 4-3-3 هتلاقيها بيقفل المساحات كويس قوي. المدير الفني ايمن النهارده اسماعيلي او لعيبه النادي الاسماعيلي يهمها ان ما يحصلش بقى مباراه بقى فيه هدف للنادي الاهلي. أي. لان هم مش هيبقى في صالحهم خالص النتائج. أي. مش مساعده. أي. ومستر موسيماني ولعيبه النادي الاهلي لازم يضغطوا على النقطه دي.
بس هم كابتن بعد اذنك لعبوا قدام نادي الزمالك بالظروف ديت برضه، لعبوا ماتش هايل كويس. وكان لعب مفتوح ويمكن اتظلموا كمان بعض الشيء لانك انت اديتهم الفرصه يعني. انا بتكلم لو نادي الزمالك، انا شفت ماتش نادي الزمالك لان انت مديله فرصه. بص يا ايمن، اي لعيب كوره بغض النظر اسماعيل او اي اسم، انت اديت له فرصه في الملعب ان هو يمسك كوره ويلاقي مساحات حركه فيه، اكيد هيلعب كوره. وخصوصا ان لعيب نادي الاسماعيلي لعيبه كويسه. لكن على اساس لازم تستغل حته النتائج السيئه في الاسماعيلي انك تلعب ضغط كويس قوي. المهم النهارده يا ايمن في حاجه مهمه، بس عشان لازم شخصيتك تبان من اول مباراه. صح. ده اللي ينقص لعيبه النادي الاهلي خصوصا المباراه اللي فاتت. مظبوط. بتبقى يعني بتظهر شخصيتك زي ما بيقول كابتن شريف متاخر. لا انت النهارده، وده انا متاكد منه النهارده، لازم شخصيتك تبان من اول مباراه، شراسه هجوميه كويسه قوي، وعايز تخلص المباراه بسرعه. والاسماعيلي هيبقى نص ملعب. الاسماعيلي هيبقى مدافع كويس قوي، وعلى قد ما يقدر مش عايز اهداف تيجي فيه، مش عايز يضغط هجوميا. عشان كده تلاقي النهارده مجهود عالي جدا خصوصا من نص الملعب نادي الاسماعيلي. طيب كابتن اسامه، توقعاتك لاحداث الشوط الاولاني؟ اعتقد النادي الاهلي هينزل ضاغط بشراسه. النادي الاسماعيلي واضح من طريقه لعبه ان هو مالي نص الملعب عشان يقفل في الاماكن اللي فيها اجاييه، اللي فيها الشحات، اللي فيها هاني، لانه عماد حمدي ومحمد عادل ومحمد حسن الثلاثه طريقه لعبهم اقرب للدفاع بكتير. صح. يعني مش ما عندهمش القدرات الهجوميه الكتيره اللي قدام، هم ارتكاز الثلاثه ميالين للنواحي الدفاعيه، ده يعني طريقه لعبهم اساسا كده. مظبوط. هي الخطوره في نادي الاسماعيلي هتبقى سرعه محمد الشامي. ايوه. محمد الشامي مزعج في اللعب، يعني ممكن احيانا بيبقى بيتلخبط في الكوره، ولكن من كتر الكميات الجري اللي بيعملها والحيويه اللي عنده بيبقى مزعج في الجنب اللي هو فيه. يعني محمد الشامي تملي بتلاقيه واخد الجنب الشمال او اليمين، وبعد كده يخش على راس الحربه، فالجنب اللي هيبقى فيه محمد الشامي هو ده اللي هيبقى فيه سرعات عاليه قوي. يعني شكر نجيب وفخر الدين يوسف لعيبه كويسين قوي، وشكر نجيب بيشوط كويس، لكن ما عندهمش الانطلاقات السريعه بتاعه الشام. ايوه. كمان الثلاثه اللي الارتكاز اللي في النص اعتقد محطوطين عشان حسين السيد عنده سرعات في الجبهه الشمال وممكن يستغلها. بالنسبه للنادي الاهلي انا شايف انه هيضغط من البدايه، اتمنى انه يستغلوا الفرص اللي هتجيلهم لان دي بتفرق كتير قوي. مزبوط. في احداث اللقاء. مزبوط. يعني كابتن عادل، توقعاتك لاحداث الشوط الاول؟ يعني النادي الاسماعيلي هيلعب زون وهيلعب على الهجمه المرتده، وحذاري من فخر الدين ومحمد الشامي لانهم هيعملوا سرعات كتير قدام. هينزل شكر نجيب، هينزل نص الملعب عشان يسند معاهم كمان، وبعدين هيسيبوا للنادي الاهلي النص الاولاني وهيقفوا في وسط الملعب علشان الهجمات المرتده. اما بالنسبه للنادي الاهلي افتكر ان زي ما الكابتن علاء والكابتن شريف والكابتن اسامه قال ان بيكم مش هيهاجم كتير النهارده، ممكن كمان بيكم يكون سرد بكه ثالث في اوقات الهجوم بتاعنا محمد هاني، واللي هيزود علشان محمد هاني يبقى من الناحيه دي، عشان اجاييه يبقى عنده حريه الهجوم وثبات شويه لبيكم. اتنين نص الملعب هيكملوا وهيبقى برضه في ثبات لبيكم. يعني بيكم النهارده محوري جدا رغم انه ما بيلعبش مكانه. معلومه ان بيكم لعب اكتر من مباراه في وادي دجله باك ليفت، يمكن اكتر من 10 مباريات، وادى فيهم بصوره جيده. بيكم كمان هتلاقيه في اوقات هو بيكم لعيب كوره كويس ممكن يزود وقت ليه يدخل لجوه وهيشوط، لانه هو اصلا لما جه النادي الاهلي يعني الحته دي سابها شويه. لو عملها هيبقى حاجه كويسه قوي. ده ميزته ان هو بيعرف يباصي وبيقدر بيروح كمان بالهجمه. فان شاء الله النهارده الشوط الاولاني افتكر انه هيبقى فيه هجوم شرس من النادي الاهلي، والنادي الاهلي لو نجح ان هو جاب الجون. المشكله في نادي الاسماعيلي السنه دي اللي الحاجه اللي بعد ما يدخل فيهم جون البلان التاني ما عندهمش خالص، يمكن بينهاروا كتير قوي. الا في اوقات الفرقه التانيه ما تضغطش عليهم. لو الفرقه التانيه اكتر من مباراه لما دخل فيهم الجون الاولاني والفرقه ضغطت عليهم وبتبقى فرقه اقل منهم كتير قوي، ما بتديهمش فرصه بيشتغلوا. لكن في لما بتدي له انت الفرصه بيهاجم. ولكن في الاخر اقدر اقول لك ان النادي الاهلي النهارده عنده فرصه في بدايه المباراه لعدم، يعني عايز اقول لك، تغيير طريقه المدرب بتاع الاسماعيلي. باذن الله نتمنى اهداف مبكره من النادي الاهلي في الشوط الاول، ويبتدي النادي الاهلي يلعب بدايه المباراه زي ما بيبتدي الشوط الثاني. كل التوفيق لنادي الاهلي ان شاء الله في مباراه اليوم. هنروح لفاصل، نرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث الشوط الاول. ارجوكم انتظرونا.